انتقلت معاك بقى من نادي الزمالك لحدوته. الحقيقه احنا سعداء جدا ان تم حلها، طبعا. وبتاكد لنا انه يعني الكره في مصر لسه بخير ولاعبتنا لسه عندهم مستقبل محترم. حدوته رمضان صبحي رمضان من اجمل يعني الاخبار اللي سمعناها انه اللاعب مره تانية هيبتدي يرجع ويشارك رسميا مع فريقه، لان احنا دايما لما بنقول كده ما بنبقاش عايزين نفقد اي جهد ولا اي تعب ولا اي موهبه مصريه حقيقيه، سواء اذا كان في الفريق اللي بيلعب فيه او لمنتخبنا المصري. ورمضان صبحي بصراحه من اللعيبه اللي ما يتفوتوش، او لمسته السحريه او خبراته او امكانياته كلاعب حقيقه تستحق ان هو دايما يلعب اطول فتره ممكنه ليه في الملاعب المصري. صحيح، متفق معاك 100%. وطبعا خبر سعيد جدا لرمضان صبحي والفريق بيراميدز، رفع الايقاف وانهاء الازمه بتاعت اللاعب. كان في جلستين استماع مطولتين بحسب يعني محامي اللاعب، كانت في جلسه 11 ساعه وجلسه الثانيه 8 ساعات، كان طبعا فرق الزمني بينهم حوالي اسبوع تقريبا. المفترض ان رمضان كان عنده ازمه في اختراق مادتين من مواد منظمه المنشطات، ولكن انا بتكلم على نقطه النتيجه نفسها. فرح فكره ان النتيجه ما هياش ايجابيه المفروض يكون معاها مفيش قرار ايقاف، وده اللي اكده دكتور اسامه غنيم، وكان مسؤول ايضا عن لجنه المنشطات من قبل. الفكره في حاجه، انا ليه اوقف اللاعب ويوصل الموضوع لجمهور السوشيال ميديا ان هو يتهمه ويتم التشهير بيه ويتاذى نفسيا؟ حتى لو مش هيتم تشهير، انا مجرد ان انا اكون موقوف والناس بتقول عني ان انا متهم بالمنشطات، انا بتاذى نفسيا وبتم استبعادي من مباريات فريقي. وكان في معسكر لمنتخب مصر، وبالمناسبه كان ممكن جدا رمضان صبحي يكون من العناصر اللي تم ضمها في منتخب مصر في الفتره الاخيره. فالعينه مؤكد ما كانتش ايجابيه، كان النتيجه بحسب اللي طلعت انها نتيجه غير نمطيه. دي المفترض ما يكونش معاها قرار ايقاف، فكان وجب او يجب من اللجنه المصريه لمكافحه المنشطات انها تاكد او تبين البنود اللائحه اللي استندت عليها لاقرار ايقاف اللاعب، علشان حتى اللاعب يعني يتم توضيح موقفه ويتم تبرئه ذمته بشكل كامل جدا من الموضوع دوت. لان زي ما قلت لك هو اذى نفسي وقع على اللاعب، ولكن الحمد لله الموضوع انتهى. معلوماتي ان في مفاوضات يعني من طرف اللاعب ومحاميه ان الفتره الجايه ممكن يتم يعني محاوله لحفظ حق اللاعب ب زي ما نقول يعني تقديم حكم للمحكمه الرياضيه، او ان يبقى فيه تبرئه اكتر واكتر الفتره الجايه وتصعيد للموضوع. اتمنى بس ان رمضان يرجع نفسيا قبل اي حاجه جاهز، يكون جاهز للخوض المباريات. هو طبعا لوائحيا وقانونيا جاهز من مباراه الاهلي القادمه ان هو يخوض اي مباراه، ولكن تجهيزه بقى نفسيا هو ده المهم. دي على الاخص